السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، أينما كنتم، أهلاً وسهلاً بكم. النهاردة جينا نتكلم عن أخطر وأهم 3 مشاكل بيواجهوا مصر في الوقت الحالي قبل 11/11، اليوم اللي فيه كلام عنه إنه هيبقى فيه مظاهرات وفيه زخم سياسي شوية في الموضوع ده، وربنا يعديها على خير. يا ترى إيه هي أهم 3 مشاكل بتواجه مصر في الوقت الحالي، والمشاكل المتصدرة المشهد بشكل كبير جداً وعلى السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا؟ كل الناس بتتكلم في 3 مشاكل مهمة كان لازم نطلع ونتكلم عنهم في حلقة النهاردة. حسام وشيرين، وكأن مفيش حد اتطلق غير شيرين، وكأن مفيش راجل خد فلوس مراته غير حسام حبيب. كل الناس حسام وشيرين وشيرين وحسام، وحسام قال وشيرين قالت. احنا خلاص يعني مشاكلنا الاجتماعيه كلها اتحلت، مبقاش قدامنا غير حسام وشيرين. والغريب يا اخي انك تلاقي ستات مصر كلهم محموقين لشيرين اكتر من شيرين نفسها. هات اي تصريح لحسام حبيب واتفرج على الكومنتات. انت راجل بارد، انت راجل خاين، انت راجل مش عارف ايه وكلام يعني من اللي قلبك. يعني انا بقيت خايف ان انا اصحى من النوم الاقي انعقاد جلسه طارئه لمجلس النواب لحل مشكله حسام وشيرين. لا، وخد النكته دي بقى، صاحب المطعم منع اي حد اسمه حسام انه يدخل المطعم تضامنا مع شيرين. شفت؟ يعني وصلنا لقمه السفه وقمه العته الاجتماعي. طيب يا صاحب المطعم اللي عمل جميل يتمه بقى، اي واحده اسمها شيرين تروح تاكل مجانا عشان تظبط الترند بقى وتروق الدنيا. لا حول ولا قوة الا بالله. نخش بقى بسرعة على المشكلة التانية، وهي مشكلة الراجل ده. الراجل ده اتفتحت له طاقة القدر، ورب ضارة نافعة وإن مع العسر يسر، لما محل الكشري طرده عشان لبسه وعشان هو عامل نظافة. ولكن هل من المنطقي ومن العقل ان كل الناس دي تنهال عليه بعروض، واللي عاوز يشغله واللي عاوز ياكله واللي عايز يطلعه في برنامج واللي عايز يستضيفه في لقاء تلفزيوني برضه، وكأن مفيش عمال نظافه في مصر غير الراجل ده؟ طيب طبعا كل الشكر للاخ احمد العوضي انه جاب له شغلانه واستضافه، ولكن يعني ما كانش له لزوم انك تصوره وهو بياكل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني يا ريت تبقى فيه إنسانية شوية. ما كانش هيحصل أي حاجة لو تطلب هي صورة بس معاه وأنت واقف وخلاص هو اشتغل ما كانش له لزوم يعني. خد الأرقح بقى. موضوع إدوارد، وكان عايز يستضيفه في برنامج وعرض عليه فلوس والراجل رفض، حقه بقى، الراجل طلع ترند. يطلب بقى المبلغ اللي هو عاوزه. قال لك لا ازاي، ده انت طماع، ده انت ما اعرفش ايه، مع ان هو برضه هذا الادوارد لو استضاف اي فنان او اي لعيب كوره او اي مغني هيديله 100 ضعف اللي هو كان هيديله الراجل ده، كان هيبقى على قلبه زي العسل. فنصيحه لكل الناس اللي عايزه تقدم خدمات للراجل ده وتقدم له وجبات وتقدم له وظايف وتقدم له فلوس، في عمال نظافه كتير في ربوع مصر كلها، في كل شارع في عمال نظافة. ممكن تهتموا بيهم، ممكن تقدموا العروض دي ليهم. إذا كنتوا فعلا بتقدموا الحاجة دي، خير مقدم لوجه الله تعالى. ولكن طبعا مش هو ده اللي حاصل، وللأسف يعني مصطلح هو صعب شوية، ولكن هو ده أنسب مصطلح ممكن نطلقه على الجو العام في مصر، إن إحنا بقينا عبيد الترند. نخش بسرعة على المشكلة التالتة، مشكلة عائدات البث والرعايه بين الاهلي والزمالك. هو بعيدا عن يعني ان الزملكاويه عايزين يربطوا حمارتهم جنب حماره العمده، بس يعني حط نفسك انت، يعني اطلع من قوقعه المشجع وحط نفسك مكان السبونسر او المعلن او شركه الدعايه. هل هتقدم المنتج بتاعك او الاعلان بتاعك او البادج بتاعك يتحط على تيشيرت فريق مرشح كل سنه انه يوصل نهائي شامبيون وبنسبة كبيرة بيلعب في كأس العالم للأندية، اللوجو بتاعك يكون موجود مثلا في مباراة ضد بايرن ميونخ أو بالميراس أو بطل آسيا،
في مباراة رسمية طبعا، في مباراة رسمية، في بطولة رسمية، مش هنجيب سيرة كأس لوسيل عشان ما نقلبش المواجع يعني. قامت الدنيا ولم تقعد بسبب ان الاهلي معروض عليه مبلغ اضعاف اللي معروض على الزمالك. ما هو لازم يقدم لك عرض قليل، لان هو مش عايزك، هو بيقدم لك عرض قليل عشان انت ترفض. يبقى يا باشا انت اللي رفضت مش انا، انا عرضت وانت رفضت. في الختام قسما بالله الواحد حزين انه طلع يتكلم في مواضيع زي كده، لكن للاسف زي ما انا قلت من شويه ان احنا بقينا عميد الترند، اي حاجه جايين فيها. والله في مواضيع وفي مشاكل اهم مليون مره انك تشغل دماغك بحوار في السوشيال ميديا، وانك فلان قال وفلانه عادت وفلانه اتطلقت وفلان معرفش ايه وعامل ايه. فيا ريت يا جماعه يعني، يا ريت ننتقي المواضيع اللي بنتكلم فيها والمواضيع اللي بننشرها، والوقت اللي انت بتضيعه على السوشيال ميديا ده في انك تشغل تفكيرك وتشغل مساحه من مخك في مشاكل غيرك. لا، انت اولى بيها، انت واولادك وبيتك اولى بالوقت ده، اولى بالتفكير ده. يعني انت شاغل نفسك بحوار بين انديه وبين شركات، حوار بين واحده وجوزها ولا واحده وطلاقها، حوار بين عامل ومين اداله ايه ومين استضافه فين. حاول انك تستثمر وقتك لانك هتسال عنه، وقتك انت اكتر واحد اولى بيه. اتمنى اكون وصلت رساله لحضراتكم، واتمنى تدعموني بلايك الفيديو وسبسكرايب القناه ومتابعه على فيسبوك وتيك توك وانستجرام. اشوفكم على خير، سلام.